تفاعل مع الحضور وأداء لأبناء الحاضر يعكس فلكلور وتراث الماضي ضمن حفل شبيبي الوطن أنوار على جدار الزمن، والذي يقيمه فرع اتحاد شبيبة الثورة في دار الأسد للثقافة في اللاذقية. اليوم بهذه الاحتفالية تحت عنوان شبيبي الوطن أنوار على جدران الزمن، هي ليست المبادرة الأولى في تكريم رفاقنا الشبيبيين ولن تكون الأخيرة. يجب أن نكون دائما عون لهم ومحفزين لتميزهم وأبداعهم في كل المحافل على مستوى سوريا وأيضا على مستوى العالم بأسره. اليوم الشبيبة شباب البعث، هم يجسدون أمل سيد الوطن بأنهم متميزون وأنهم حماة للوطن وقادرون على رفع علم سوريا في كل المحافل. نحن مجتمعين في حفل ثورة لفرقة الشبيبة، في طبعا هي مجموعة من الأغاني التراثية، لنحافظ نحن طبعا هاي الأغاني، لنحافظ على هذا التراث، لنعطي لشبابنا انه مو بس هاي الأغاني اللي عم نسمعها حاليا، في عنا أغاني حلوة، في عنا أغاني تراثية اللي هي هي أصلنا. التقليد السنوي نحن بالنسبة لفرقة كورال عنا بشكل سنوي بنعمل احتفالية بتخص التراث، بتخص الموشحات، بحيث انه نحن نذكر الشباب الجيل بالماضي تبعه، انه ما تنسى ماضيك، وماضيك كثير جميل من خلال كلمة من خلال لحن. احتفال اليوم هو عبارة عن غناء كورال بضمن عزف وغناء لمجموعة من الرفاق الشبيبيين، صار لهم بيدربوا فترة منيحة لحتى يقدموا بانوراما سورية بتجسد كل محافظات سورية. اليوم رح نقدم أغاني تراثية بتشمل كل المحافظات، قنيطرة، سويدا، جميع المحافظات، لحتى نحاول نجسد نحن الواقع الموسيقي ونخليه يتبلور بأحلى صورة للعالم والجمهور. وعلى منصة التكريم هنا المتميزون والمتفوقون على مستوى سوريا يحصدون ثمار جهدهم. تكريم مثل هذا التكريم الكثير كبير وحفل رائع عن جد، يعني أجواء لحالة تدعمك نفسيا. تكريم كثير منيح، يعني بيعمل دافع معنوي منيح قبل أي شيء. التكريم قدام العالم كويس كثير وبيعطينا دافع نحن لحتى نعمل أكثر. يبقى الماضي مرآة للحاضر، وتميز جيل الشباب اليوم يجسد انسجاما بين الفكر والإبداع وصورة حية لأبناء الوطن.